مساء البولاناكي. الفيديو اللي فات عملنا كوكتيل بي ويسكي اول ستاك تقدروا تشوفوه هنا. النهارده بقى هنعمل كوكتيل بي براندي بولاناكي، هنشوفه النهارده هيعمل ازاي. براندي بولاناكي طبعا براندي عريق جدا جدا جدا، فهو موجود من سنه 1880. نسبه الكحول فيه 30%، هو براند بولاناكي الكرب الصافي ايا كان الاسم اللي هتسميه. هو براندي طبعا ربنا يقوينا عليه، فان شاء الله هنعمل بيه حاجه لطيفه ما تكونش حزينه قوي. اللي احنا هنعمله النهارده بقى اسمه براندي كابلر. الكابلر زيت نوع من انواع المشروبات بناء على الخبير الكحولي او خبير الكوكتيل المشهور جيري توماس. جيري ده طبعا اتكلمنا عنه قبل كده في كذا فيديو، هو من اشهر صناع كوكتيلات في التاريخ، وده بيكون عباره عن كحول، سكر، فاكهه، صودا، وطبعا ما ننساش التلج بتاعها. المهم بقى بعد مرور الزمن الكابلرز ده ابتدوا يتنشروا جدا في امريكا وبقوا موجودين في كل البارات تقريبا. بعدين بقى في وقت ما في واحد اسمه ديل جروف طور الكوكتيل شويه. ديل بقى عمل ايه؟ جاب الفاكهه وبدل ما يقطعها هرس الفاكهه في الكوكتيل وخلط معاها الكحول. التغيير البسيط اللي ديل عمله ده فرق قوي في الكوكتيل وخلى الكوكتيل لطيف جدا، وطبعا الفاكهه بقى يظهر اكتر في الكوكتيل. الميزه بقى في الكوكتيل ان احنا المكونات بتاعتنا مرحرحه شويه، فانا مثلا هستخدم النهارده كريز. لو عندك اي حاجه ثانيه فاكهه استخدم، ممكن مثلا تستخدم خوخ، ممكن تستخدم عنب، ايا كان توت، ايا كان اللي عندك ايه. يلا بقى نشوف المكونات بتاعتنا النهارده، حاجات بسيطه جدا. اول حاجه انا محتاج براندي، هستخدم براندي كارب الصافي، محتاج 90 مللي. بعد كده هستخدم كريز، بعد كده هستخدم كاب صودا. صودا حمل بيها كوبايه، طبعا ازازه غريب شويه. بعد كده محتاج سيمبل سيرب او شربات. لو عايز تعرف ازاي تعملهم ممكن تشوف الفيديو ده تعرف منه ازاي تعمل السيمبل سيرب. قبل بقى ما نخش في الحركات ديت ونعملها سوا، لو عجبك الفيديو ده واللي قبليه اعمل سبسكرايب ولايك تحت. نبدا بقى. اول حاجه هجيب الكوبايه بتاعتي احطها هنا واطلع حوالي 3 كريزات احطهم في الكوبايه. يلا بينا. تعالى وقع مشكله. بعد كده هنجيب الكارب الصافي اللي النكت بتاعنا ناخد منه 30 مللي بس، مش هاخد 90 كلهم. يلا بينا. حلو قوي الكلام ده. دلوقتي هاخد سيمبل سيرب، انا محتاج 15 مللي بس، قليلين قوي. عظيم. ودلوقتي بقى هجيب لخطوه الهرس، هاخد المضرب بتاعي ده وهرس الكريز مع 30 مللي البراندي و15 مللي السيمبل سيرب. يلا بينا. عظيم جدا كده، خلصنا الحرس. بعد كده محتاج تلج، بس انا محتاج كراش تلج او تلج مكسر، فاحنا هنكسره بالطريقه البدائيه جدا بتاعتنا. انا هسيبه كده وادب عليه واكسر. يلا بينا. خلصنا كده تكسير التلج، هنحط بقى بقيه البراند بتاعنا. انا كده محتاج لسه 60 مللي، لان انا حطيت 30 مللي بس من ال 90 كلهم، فانا هحط 60 مللي براند كده. اخر حاجه هنملى الكوبايه بصودا. يلا بينا. جميل جدا. واخيرا خلينا نزوق بكريز من فوق. الله، الحمد لله كده خلصنا البراندي كابلر بولاناكي. جميل. انا دوست طبعا طعم البراندي باين فيه قوي، لان احنا حاطين 90 مللي براندي، فطعم البراندي قوي جدا فيه. في نفس الوقت الكريز محل الموضوع شويه او مسكر الدنيا شويه، مش مخلي البراندي يعني ناشف قوي او صعب ان احنا نشربه. واكتر لون باين عليه هو لون الكريز الاحمر او مدي على البيت شويه، بس فاتح شويه عشان حاطين صودا، والصودا بتفتح اللون. طبعا الكريزه الجميله ديت هناكلها في الاخر اهو. فاتمنى ان هو الكلام الجميل ده يعجبكم، هحاول اعمل حاجات ثانيه بمكونات مصريه او مكونات اي حد يقدر يجيبها. وطبعا ما حدش ليه حجه مش هيعرف يعمل كوكتيل، كوكتيل سهل جدا مش محتاج اي امكانيات. حتى المضلر يعني لو انتوا ما عندكش مضلر، انا عملت فيديو قبل كده بشرح فيه ازاي تستبدل الادوات ديت بادوات موجوده عندك في البيت. ممكن تشوف الفيديو ده تعرف ازاي تستبدل المضلر ده بحاجه بسيطه جدا 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 عندك في البيت. انا هبقى خلاص بكل ده، اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.